السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في درس القرية ملك للجميع. ونيس شاب نشيط وذكي، يعمل مدرسا في إحدى التي نشأ بها. ونيس يحب قريته وأهلها. يبقى أنا عندي الشخصية البطل بتاعي ونيس، شاب نشيط وذكي بيشتغل مدرس وبيحب القرية بتاعته أهلها، وهو يباهي بها دائما أمام، يباهي يعني يفاخر، يعني على طول بيفتخر بقريته أمام أصحابه، زاهر وباهر وشاكر، وأمام أخته هدى وصديقتها مريم، ويقول حقا إن قريتي صغيرة ولكن أهلها طيبون متعاونون. وفي المساء أجلس مع أصحابي من شباب القرية في قصر الثقافة. يبقى بيتجمع هو وأصدقائه في قصر الثقافة، نتحدث عن مستقبل قريتنا، يعني نتكلم عن مستقبل قريتنا وما يمكن أن نقدمه من خدمات. ذات يوم قال زاهر: القرية بها بعض المشكلات مثل نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه، وعلينا أن نطلب من العمدة حل هذه المشكلات. العمدة هو رئيس القرية. فأسرع بهاء يقول إن العمدة هو المسؤول. ونيس: ولما لا نبدأ نحن بأنفسنا؟ لقد تعودنا ذلك، ثم نطلب من الدولة أن تسرع بمد يد العون، يعني مد يد المساعدة. يبقى مد يد العون والمساعدة لأهل قريتنا لتكمل معنا ما بدأنا في تنفيذه. يبقى بهاء كان بيقول إن العمدة هو المسؤول، ونيس شايف إن هم يبتدوا بنفسهم وبعد كده الدولة تساعدهم. شاكر: عندك حق يا ونيس، لقد سمعت الدكتورة هدى في الوحدة الطبية بالقرية تقول إننا جميعا أهل والقرية ملك لنا، فهي بيتنا الكبير الذي يجمعنا. يبقى شاكر كان من رأي ونيس، على لأنه سمع الدكتورة هدى بتقول إن القرية دي ملك للجميع وأكنها بيتهم الكبير، ويجب أن نتعاون جميعا كي تكون قريتنا نموذجية. يبقى لازم كلنا نساعد بعض عشان تصبح قريتنا مثالية، فيها الماء النقي والكهرباء، وكي تكون بيوتنا وشوارعنا نظيفة، وبخاصة أن قريتنا فيها 3 مدارس والوحدة الطبية وقصر الثقافة. يبقى الحاجات اللي موجودة في القرية وبتقدم خدمات 3 مدارس، وحدة طبية، قصر الثقافة. ونيس: سوف نلتقي غدا بإذن الله لنضع معا خطة لحملة نظافة لشوارع القرية كلها ثم نعرضها على العمدة. يبقى ونيس قال إن هم هيلتقوا غدا عشان يحطوا خطة ويعملوا حملة لنظافة الشوارع بتاعت القرية، وبعد كده يعرضوها على العمدة وياخدوا رأيه فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دام العبد في عون أخيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يكون في مساعدة العبد ما دام هذا العبد يساعد أخاه. طيب تعالوا ناخد الكلمة ومعناها. عون يعني مساعدة، معها العباد جمع أخ إخوة، ومعناها يباهي يعني يفاخر. مد يد العون أي المساعدة، نموذجية مثالية، ذكي نبيه، طيبون يعني مخلصون، يشارك يعني يعاون، يسأل يعني يبحث. المستقبل الغد، ذات يوم في أحد الأيام، استخدام يعني استعمال، حل علاج، تعودنا أي صارت عادة متأصلة فينا، تنفيذ يعني عمل وتطبيق، النقي النظيف، نلتقي أي نجتمع، خطة طريقة متفق عليها، نعرضها أي نقدمها، نأخذ رأيه أي نستشيره. الكلمة وجمعها: القرية جمعها الكرة، أهل أهال، صاحبه أصحابه، صديقها أصدقاؤها،
طيب طيبون، الفرح الأفراح. جمع الحزن الأحزان، جمع صاحبي صبي، خدمة خدمات، يوم أيام، المشكلة المشكلات. جمع يد أياد، جمع الوحدة الوحدات، جمع لي لنا، جمع بيتي بيوتنا، جمع مدرسة مدارس، قصر قصور. الكلمة ومضادها، مضاد شاب شيخ، مضاد ذكي غبي، مضاد الكرة المدن، مضاد يحب يكره، مضاد يباهي يخجل، مضاد أمام خلف. مضاد صغيرة كبيرة، مضاد طيبون خبيثون، مضاد متعاونون متجاهلون بعضهم، مضاد بعضهم كلهم، مضاد الأفراح الأحزان، مضاد يقدم يبخل. مضاد أصحابي أعدائي، مضاد نتحدث نسكت، مضاد نظافة كذارة، مضاد حل تعقيد، مضاد نبدأ ننهي. السؤال الأول، ماذا تعرف عن ونيس؟ الإجابة، ونيس شاب نشيط ذكي، يعمل مدرسا ويعمل في إحدى القرى التي نشأ بها. السؤال الثاني، ماذا يحب ونيس وأمام من يتباهى بها؟ يحب ونيس قريته وهو يتباهى بها دائما أمام أصحابه زاهر وبهاء وشاكر وأخته هدى وصديقتها مريم. ما الجهات التي في قرية تقدم خدمات لأهل القرية؟ الجهات اللي في قرية ونيس وبتقدم خدمات 3 مدارس والوحدة الطبية وقصر الثقافة. ما مظاهر حب ونيس لقريته؟ أنه يباهي بها دائما أمام أصحابه. طبعا أي شيء يتحدث ونيس مع أصحابه؟ يتحدث عن مستقبل قريته وما يمكن أن يقدمه من خدمات. ما المشكلات التي تواجه قرية ونيس؟ القرية بها بعض المشكلات مثل نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه. والآن مع سؤال المتفوقين، ما الخدمات التي يقدمها قصر الثقافة لأبناء القرية؟ ودلوقتي انتهينا من شرح القرية ملك للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.